السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد. حنايا دابا في دائما في اكادير، اذا انا غادي نشد الشارع ديال تيليلا وادرار اللي صراحه في واحد الحله جديده. اذا على بركه الله فرجه ممتعه. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وكومونتير باش تشجعونا، وقولوا لنا في الاخير كيف جاتكم هاد الجوله هذه. يلا إذن هذا داير الممر ديال بيكالات، يعني راه دايرين بوحدو، يعني مفرق على فين يكونو الطونوبيلات كما تشوفوا. صراحة هاد الشارع هذا راه رائع جدا لنا. هاد الطريق هادي اللي جاية من مراكش، يعني اللي تدوز على تيليلا وهداك، يعني تتنفس الطريق بالنسبه لدوك الطريقه اللي كاينين لتحت، يعني ما بقاش يكون داك الضغط. وحتى اللي غادي يكون غادي للمرسى ولا غادي للصويره ولا هادي، فهاد الطريق حتى هي راه مزيان، يعني بلا ما يدخل في وسط المدينه. وكما تتشوفوا ها نتوما الشوارع، يعني راه كبار بزاف، يعني كاينين 3 فوا، يعني راه مزيانه. وعندنا هاد لي ضودان هادو اللي مزيانين، يعني على حساب السرعة، يعني راه مزيانين حتى هما، يعني عراض، يعني ماشي ما صغارش بزاف، يعني على حساب باش حتى البديل ما يتكرفش. مازال غادي يشارو تيشد اليمن ديالو، يعني دارو خدمو هادشي مزيان صراحة. حتى كيما تشوفو لي رومبوا، لي رومبوا خدموهم مزيان صراحة، خدموهم يعني فيهم الخضورية فيهم، وحنا غنشوفوهم قولنا في الكومنتير كيفاش جاوكم هاد لي رومبوا هادو. يعني ها نتوما تشوفو صراحة قدوهم مزيان، عطاهم الوقت، خدموهم مزيان. نتوما تتشوفو خدموهم مزيان.
ديال كما تشوفوا كاين الخير كاين المشكل ديال اللي بعيد لكن ساهل. شكرا على المشاهدة، قولوا لنا في كومنتير كيف جاكم هاد الإصلاحات، كيف جاكم هاد الشارع هذا، وما تنساوش ديروا الجيم وبارطاج. يلا نتلاقاو في فيديو آخر جديد.